احنا بعض سائقي المركبات يعتبرون هذا غلق المسار الايمن من الشارع. اكو قواعد مروريه يحتاج نوضحها لاخواننا سائقي المركبات. ما يعني احنا هوايه سائقي المركبات يعتبون يقولون هذا غلق المسار الايمن من الشارع. نعم غلق المسار الايمن بالنسبه للشارع. نعم. طبعا اذا كانت الاشاره المروريه بيها سهم اخضر على الاتجاه اللي نعم. هو اليمين نعم. اذا كان الشارع على اتجاه اليمين نعم. فمسموح له نعم. انه يدخل على اليمين. نعم وهسه هذا الامتعاض ولو انت تتكلم نعم. امتعاض من قبل سائقي المركبات لان هم ما عندهم ايضا معرفه. صحيح بعض سائقي المركبات صحيح بعض سائقي المركبات ما عندهم معرفه بهذا الشيء. نعم. من يلاحظ الكيرف راسا يدخل. هو هذا الشيء مو صحيح. مو كل الكيرفات نعم. او كل التقاطعات بها الكيرفات مسموح الاستداره. نعم. فقط اذا كانت الاشاره المروريه بها اشاره يمين نعم. واشاره خضراء نعم. هو يطل الاشاره الخضراء انه مسموح الاستداره نعم. او الدخول الى الجهه اليمين نعم. او الى الجهه اليسار حسب مكان التقاطع. يعني احنا نريد نوضح لاخواننا سائقي المركبات فيما يخص هذا الموضوع وغلق المسار الايمن من الشارع. مو كل صحيح مو كل التقاطعات كل المسارات مفتوحه على مود تنتبهون. اذا كانت الاشاره المروريه من جهه اليمين او جهه اليسار الكيرف على جهه اليمين نعم. والاشاره المروريه خضراء بها اتجاه سهم نعم. الى الايمن نعم. واخضر فمسموح الدخول. يعني هسه انا من خلال هذا هسه هذا من خلال اذا تلاحظي على مود توضح لنا اذا تلاحظي الاشاره الخضراء نعم الإشارة الخضراء ما بيها سهم إلى اتجاه الأيمن. نعم. فمن تنقطع الإشارة تصير نعم. حمراء. نعم. المفروض تصير أخضر إشارة جهة يمين يعني مسموح الدخول إلى اليمين. نعم. أما إذا كانت الإشارة حمراء اللون نعم. وما بيها سهم اتجاه أخضر. نعم. سهم إلى اليمين عفواً واللون أخضر. نعم. ما مسموح له يتوقف لازم. نعم. ولازم أول معاد إحنا نشوف إنه الشارع بحاجة إلى التوعية والثقافة. إحنا أكيد واجبنا هو نشر الوعي والثقافة المرورية أثناء تجواركم الميداني. وتلاحظ هيك حالة. ممكن توضح دائما او مجرد انه ما تشوف هذه الحاله تحاسب عليها لو اول نوضح لاخواننا سائقي المركبات. صحيح هوايه من الاخوان سائقي المركبات نعم. يعني الثقافه المروريه عندهم يعني مو بالصوره المطلوبه والصوره الكامله نعم. فبعض السائقين نوضح لهم هاي المخالفه وبعض المخالفات الاخرى نعم. اللي المخالفات اللي مو قويه مثلا عكس السير او عدم الامتثال نعم. دائما نحاول نوضح للمواطن نعم. انه هاي مخالفه ووضعها كذا ونفهمها حتى تصير عنده ثقافه مروريه. شكرا جزيلا.